تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والسرور. حياكم الله في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق الأمور كثيرة تهمكم وتفيدكم، ويسعدنا استقبال مداخلاتكم خلال أرقام التواصل. بس قبل ما أذكركم برقام التواصل، ويانا أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في الإخراج عيسى سبيل، صباحك الله بالخير عيسى، في التقديم وياكم دكتورة عاش البسطي. اليوم مواضيعنا متنوعة، طبعا مثل ما عودناكم فقرة التغذية بتكون أول فقرة، بعدين عندنا فقرتين كل واحدة أهم من الثانية إن شاء الله. بداية بذكركم برقم التواصل ويانا 600-551414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله، مداخلاتكم بتثري البرنامج، بتسعدنا، بتضيف لنا معلومات وأشياء جديدة نحن نبغي نطورها في مجالنا. بداية اليوم موضوعنا للفقرة التغذوية بداية بيكون عن النظام الغذائي الأمثل لمقاومة اكتئاب الشتاء. كنت أتناقش يا أستاذ عيسى قبل ما نبدأ الحلقة، نحن إذا عندنا اكتئاب الشتاء ولا لا، والعكس تحس أكثر الطاقة تكون عندنا أكثر أول ما يقيم الجو أو يبرد الجو. بس دراسات العلمية وايد ربطتها بالاكتئاب، لأن يمكن البرودة، حركة الناس تقل، حتى طبيعة الأكل تقل. ويانا اليوم إن شاء الله الأستاذ سهى محمود نوفل، بتكلمنا عن النظام الغذائي الأمثل لمقاومة اكتئاب الشتاء. صباحك الله بالخير سهى. صباح النور والسرور. أهلين حبيبتي. أهلين دكتور. أهلين دكتور. بس حبينا نعرف بخصوص النظام الغذائي الأمثل لمقاومة اكتئاب الشتاء. إن شاء الله. طبعا زي ما تفضلتي حضرتك وبلشتي إنه اكتئاب الشتاء ممكن هو يكون في الأماكن الأكثر برودة من عندنا، بس برضو بيصادف بعض الناس اللي يصيبها هذا الاكتئاب، واللي زي ما تفضلتي إلى بعض الأسباب اللي هي التغيرات المناخية اللي بتأدي فيما لها آثار إنها بتغير من ساعة البيولوجية للجسم. أيوة. مع قلة التعرض لضوء الشمس، زي ما نحن نعرف إنها الشمس مصدر أساسي لفيتامين د، اللي بعض العلماء حتى بيسموه الفيتامين المحارب للاكتئاب. فمع قلة التعرض للشمس الناس في عندها نوع من الكسل، الإحباط، الميول للنوم بشكل أكثر. بعدين أيوة. عندنا بيصير في بعض الأسباب برضو في خلل بإفراز بعض الهرمونات، زي هرمون السيروتونين وهرمون الميلاتونين. هذول الهرمونات الاثنين بيلعبوا دور كبير في الحفاظ على الحيوية، على النشاط، على الهدوء والاستقرار في النوم. فخلل في هاي الهرمونات برضو بيؤدي إلى زيادة حالة الاكتئاب. وأهم أعراض هذا الاكتئاب بالنسبة للناس غير عن الكسل والخمول عندك الخلل اللي بيصير في النظام الغذائي، لأنه بتزيد عندهم الميول والرغبة في الأكل، صح، خاصة الأشياء الحلويات والأشياء الدهون. فلما يصير عندي خلل في نظام الأكل وزيادة الإقبال على هاي الأنواع من الأطعمة، بالتالي هذا بيزيد الوزن. والناس بعد فترة الشتاء لما يبلش يزيد وزنها برضو بيزيد عندها الاكتئاب. طبعا زاد وزني، هلا ببلش اعمل الحميات والهي. فمن الاساس في بعض الأغذية عندنا والنصائح اللي بنحب نوجهها للناس اللي بتساعدهم على الحفاظ على غذائهم في هاي الفترة والتخفيف من حدة الاكتئاب في فصل الشتاء. اهم هاي النصائح اللي بنوجهها للناس اتباع النظام الغذائي المتوازن اللي بيحتوي على الخضار والفواكه الطازجه. في فصل الشتاء عندنا تكثر الحمضيات اللي بنحتاجها لانها مصدر غني كمان في البوتاسيوم وفي المغنيسيوم، لانه هاي خاصه عندي المغنيسيوم برضه بيحفز على هرمون الراحه والسعاده في الجسم، بينشط
الأعصاب، إشارات العصبية اللي توصل للدماغ وتحفز على السعادة. فمن أهم مصادر البوتاسيوم زي ما إحنا بنعرف، كمان عندي اللي هي المكسرات والبذور. ننصح الناس برضو بتناول الأسماك، لأن الأسماك فيها الأحماض الدهنية المغذية للجسم، تعتبر برضو مصدر لفيتامين د، دال صح. خاصة أسماك السلمون، أسماك التونة. كل هاي الأشياء بتساعد على تخفيف من حدة الاكتئاب في فصل الشتاء. وبما إنه الناس تقبل على تناول الطعام بشكل أكبر، فعلى الأقل ننصحها إنه اختيار الطعام مثلا من ناحية الكربوهيدرات تكون الأغذية الغنية الألياف ايوه بالكامل، تناول الخبز الحبوبي الكامل، تناول الفواكه مع قشورها. فأنت بالتالي يعني عم تاكل بس تعطيك شعور بالشبع أكثر، فما راح تتناول الطعام بشكل كبير أكبر. أكبر صح. بالضبط، بشكل كبير. البابايا، الأفوكادو، التمر، هاي كلها من الأشياء الغنية بمادة السيروتونين زي ما حكينا، أيوة وبرضه غنية في البوتاسيوم اللي بيساعدني على تحسين الحالة النفسية. ننصح برضه مهما كان الإنسان شعر بكسل، على الأقل يحافظ على شيء قليل من المشي، لو حتى اضطر إنه يمشي جوا البيت. طبعا يعني إحنا ممارسة بالإمارات للشار، يعني التمرينات الرياضية حتى لو كانت خفيفة. بالضبط، حتى لو كانت خفيفة، يعني المشي، أي تمارين رياضية برضه الإنسان يحافظ عليها مهما كان، يحافظ على شرب المي. في الشتاء الناس ما عم تشرب مي، صح، وايد ما يقل. بتشعر في هذاك العطش، فبالتالي برضه هذا الإشي لما انت ما عم تشرب المي كفايه برضه بيجفف الجسم من جوا. بصير الواحد يطلع على البشره صار فيها جفاف، مع انه مثلا داخل البيوت ما عم بيطلع لبرا، صح. لكن كل هذا بينعكس على النفسيه فيما بعد. وناس وايد تعتمد على أشياء ثانية، سوائل ثانية بدل الماي. بتعتمد على سوائل، فيش مشروبات خاصه بالشتاء، لكن برضه بالمقابل انت بدك المي مهما صح. شربتي من انواع ثانيه من المشاريب. إذا شربتي عصائر فهي تحتوي على المزيد من السكر، يبقى زاد الوزن. إذا شربتي المشروبات الساخنة، برضه كثير ناس ما بتقدرش تشربها من دون سكر، صح، لازم هذا تشرب. صح. وحتى الأعشاب لازم يكون لها محدودية، الأعشاب كل شيء يعني ممكن إذا صار زيادة عن اللزوم ممكن يكون له آثار جانبية، صح. وكل جسم بيختلف عن الثاني. صح. فأنت حتى لو بدك تتناول هالمشروب ما تغني عن شرب الماي. الماء بشكل متوازن. فهذه من أهم الأشياء، إن الإنسان يتناول برضه الأجبان، يعني يكون غذاؤه متوازن ويحاول قدر المستطاع يلتزم بال3 وجبات. الوجبات اللي في الليل، لأنه الليل بتصير فترته أطول، فالناس بتصير زي ما بيقولوا هذا تأكل العشاء أكثر، الأول، العشاء الثاني، العشاء أيوة، الثالث. حتى الجمعات تكثر في الشتاء. بالضبط، بصير لا أنا أحاول، عارفة حالي عندي جمعة بيبقى قبل ما، وأنا في البيت مثلا إذا جمعت الساعة 9 وعارفة حالي راح أتناول فيها، يبقى أنا مش ضروري أتناول وجبة عشاء في البيت مع الأولاد مثلا، فخلص أيوة. إحنا تغدينا. حتى وفي الجمعة ممكن أتناول، أحاول قدر المستطاع تكون الأشياء اللي بدي أتناولها قليلة في الدهون، قليلة في المحتوى من السكريات. أيوة. فممكن تكون الجمعة مظبوط، بروح بعد الجمعات، لكن تكون الجمعة فيها الأكل الصحي أكثر، وأنا أتناول الأشياء محاسبة أو مركزة على الأكل اللي أنا أكله بعد، نفس الشيء. طبعا أكيد لازم. أستاذ، وبالمقابل ما أنسى أني أقوم بأي نشاط رياضي. صح أستاذ سهى، نصيحة أخيرة لمستمعينا الكرام. نصيحة أخيرة، سواء كان في الشتاء، في الصيف، في أي وقت، لازم ضروري ضروري نحافظ على تناول غذائنا المتوازن، نحافظ على الرياضة، نحافظ على الرياضة مهما كانت بسيطة وبمختلف مراحل العمر، لا في كبير ولا في صغير، لا في ذكر ولا في أنثى، لازم نحافظ عليها، نحافظ على شرب المي، نحافظ على النوم، لأنه فعلا النوم كمان جدا بيأثر في عمليات الاستقلاب اللي بتصير في الجسم صح. وعمليات الأيض. فأنا لما أحافظ على النوم، أحافظ على أي نشاط رياضي، يكون أكلي متوازن، إذا خربطت في يوم ثاني يوم لازم أنظم حالي، فأكيد ما بيصيبني لا اكتئاب شتاء ولا حتى اكتئاب صيف، لأنه برضه في المناطق الحارة الحارة العكس، صح. يصير عندهم اكتئاب من فصل الصيف. صح. فأنا أحافظ على هاي الأشياء قدر المستطاع، بتساعدني في إني أتجنب الاكتئاب أو الإحباط أو قلة النشاط في يومها، اليوم اللي راح أكون فيه. اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي سهى محمود، شكرا لك. عفوا حجي، أهلين. شكرا مستمعينا الأعزاء، نطلع فاصل وراجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة.
مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامجكم صحه وسعاده. نذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، الرسائل النصيه على 4006. حياكم الله. الفقره الثانيه ويانا شوي مميزه بعد، هي عن خدمات الطب النووي. الخدمات الطب النووي من الخدمات المميزه في هيئه الصحه في دبي، تلعب دور كبير في تشخيص الكثير من الامراض. اليوم موضوعنا عن خدمات الطب النووي في هيئة الصحة في دبي. معانا على الخط الدكتورة بتول البلوشي، رئيس قسم واستشار الطب النووي والتصوير الجزيئي في هيئة الصحة بدبي. حياك الله دكتورة بتول. الله يحييك، شكرا على التقديم. صبحت الله بالخير. الله يخليك. هو صراحة من الأقسام المميزة ويلعب دور كبير صراحة في تشخيص أمراض كثيرة، يمكن ناس وايد ما عندها فكرة عنه. والله قسم الطب النووي طبعا تاريخه طويل في هيئة الصحة، يمكن فوق 30 سنة، يعني احنا من رواد الطب النووي في الإمارات وفي المنطقة. الحمد لله. الحمد لله. دكتورة، ممكن تعطينا نبذة عن خدمات الطب النووي اللي توفرها هيئة الصحة في دبي؟ نعم، احنا في قسم الطب النووي التصوير الجزيئي نقدم خدمات طبية تشخيصية وعلاجية لعديد من الأمراض للأطفال وللبالغين، وإحنا يعني تقريبا يمكن أقدر أقول لك من بين 15 مركز طب نووي في الإمارات الوحيدين اللي نقدم الخدمات للأطفال وحديثي الولادة. ما شاء الله. أي نعم، ونستخدم النظائر المشعة والكاميرات خاصة نسميها كاميرات الجاما عشان التصوير وتشخيص الأمراض. وعندنا بعد في المركز خدمة فحص تشخيص هشاشة العظام، قدم هالخدمة بعد. قلتي لي من فترة بداية القسم في هيئة الصحة في دبي. نعم. ممكن تكلمينا عن أكثر بداية، وشو أبرز الأشياء اللي تشخصونها في القسم؟ نعم، البداية يعني طبعا راجع للثمانينات، ودكتور سعد زاكا هو اللي يعني سوى القسم، طبيب عراقي كان جاي للإمارات، وهو يعني له دور كبير في استحداث كل الأقسام اللي في الإمارات. وأنا يعني انضميت للقسم سنة 98 بعد تخرجي من برا، وسويت سنة يعني كطبيب مقيمة، سويت الاختصاص هني، والحمد لله يعني قسمنا ماشي وتطورنا خلال السنين، وسوينا توسعات من 2017، وإحنا الحين أقدر أقول لك يعني على قمة أقسام الطب النووية في الإمارات. الحمد لله. دكتورة، شو هي استخدامات الطب النووي الشائعة اللي أكثر الأشياء اللي تسوونها في قسمكم؟ نعم، كتشخيصية وعلاجية. علاجي، نعم، بخصوص العلاج احنا نقدم علاج لسرطان الغدة الدرقية للأطفال وللكبار، ونقدم بعد علاج باليود المشع للأمراض الحميدة في الغدة الدرقية، مثل نشاط في الغدة الدرقية للمرضى اللي ما يقدرون يسوون عملية أو ما يستجيبون للعلاج اللي يعني عندهم بالحبوب أو طرق ثانية، فاحنا نقدم العلاج باليود المشع. وعندنا الحين الحمد لله بدينا خدمة جديدة على مستوى الإمارات حصريا في هيئة الصحة، علاج السرطان البروستات. هذا أول مرة احنا نسويه في الهيئة، ويعني فخورين بهالشيء وبدينا والله يوفقنا. في عندنا يعني طبعا احنا نقدم يعني خدمات تشخيصية لمرضى القلب والشرايين، أمراض العظام السرطانية والحميدة، أمراض الكلى، أمراض الأطفال، الغدد، فحص العيون، جهاز الهضمي، اللمفاوي، مسح الذريع على الرئة، تشخيص الالتهابات، أمراض الروماتيزم، وفحص الهشاشة، وفي عديد يعني كثير من الخدمات اللي نقدمها، بس أهمهم هالخدمات اللي قلتها. دكتورة، بالنسبة لبرنامج الزمالة اللي يستقطب الدكاترة من جميع أنحاء العالم لهيئة الصحة، ممكن تعطينا فكرة ونبذة عنه؟ أي نعم، إحنا تم اعتماد المركز مركز الطب النووي في هيئة الصحة كمركز تدريبي معتمد إقليمي من وكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا سنة 2015، ومن خلال اتفاقية اللي وقعناها مع الوكالة
ان هم يعني يعترفون فينا كمركز تدريبي، فقررنا ان نبتدي فعالياتنا وياهم، وان شاء الله من 7 ل 11 ابريل راح نستضيف مجموعه عباره عن 11 طبيب من دول عربيه مثل العراق، اردن، كويت، عمان، ومن دول اسيويه مثل باكستان، ميانمار، ماليزيا، كمبوديا، بنغلاديش، وهذيل راح ندربهم على تقنيات الطب النووي في التشخيص والعلاج بالنسبه للاطفال، لان هالتخصص مو موجود في كل الاقسام، فاحنا من الاقسام النادره اللي يعني عندنا هالتدريب، وان شاء الله راح ندربهم. وهذا يعني اول فعاليه على مستوى المنطقه والامارات ان قسم او مركز يعني يستضيفون فعاليه بهالحجم، احنا فخورين جدا بهالشيء. ويكون تدريب خارجي لدكاترة خارجيين، يعني ما يكون تدريب نعم بس داخلي. نعم و... من توادرنا احنا راح ندربهم ان شاء الله. وكم فترة التدريب دكتورة؟ يعني بس من 7 هذه الحين هي خلال اسبوع. اسبوع. اسبوع نعم. يعني الشيء مميز في الطب النووي عندنا في هيئة الصحة في دبي، يعني ما موجود في هالبلدان اللي بتكون فيها التدريب. لا موجودة عندهم، بس ما عندهم نفس الخدمات المقدمة، يعني إحنا يعني في المقدمة بالنسبة للخدمات، يعني ما عندهم كل شيء، فهم يجون عندنا عشان إحنا نعلمهم اللي عندنا ويعني ونراويهم، وهم يعني يتدربون عندنا. ضافت خدمة إضافية وإنجاز إضافي، مو بس التشخيص، العلاج وكذلك لا التدريب. إحنا ندرب حتى هني طلاب الكليات التقنية، جامعة الشارقة، الفنيين، وعندنا أطباء زوار من دول ثانية، يعني إحنا خدمات التدريبية والتعليمية عندنا يعني وايد مهمة، إحنا يعني في المقدمة. دكتورة، نحن أول ما نكلم المريض أن بنحولك على قسم الطب النووي عشان التشخيص أو شيء، المريض معظم الأحيان يخاف، يقول شو طبيعة هالقسم أو كيف يكون هالقسم؟ ممكن تعطينا نبذة بسيطة بس مستمعينا الكرام على الأقل يتعرفون أكثر على طبيعة هاي الفحوصات اللي تكون موجودة اللي اسمها الطب النووي؟ صحيح، وأنا أشكرك على هالسؤال. طبعا اسم النووي يخوف الناس، بس إحنا يعني نستخدم المواد المشعة، يعني جرعة بسيطة جدا، يعني ما راح يأثر عليهم على صحتهم ولا على أي وظيفة في جسمهم، ونقدر يعني نحقن المريض بمادة مشعة ونتابع المريض ونصورهم ونشوف حالاتهم ونشخصهم. وأحين إحنا ضفنا حتى يعني من أكتوبر 2017 التصوير الجزيئي أو الكوزيتروني اللي نقدر يعني نشخص الأورام، تحديد انتشار السرطان في الجسم. وأنا يعني بأكد لكل المستمعين والمرضى أن كل المواد اللي نستخدمها على مدى السنين، مو بس في الإمارات، في دول ثانية، يعني ما في مضاعفات من استخدام المواد المشعة للمرض، دكتور. يعني استخدام سلمي. هذا أهم شيء، لأن الاسم شوي يخوف المرضى أول ما تبتدي تحولين، خاصة اللي ما عنده فكرة أو اللي أول مرة بيصير للقسم للفحوصات. نعم. والاسم يعني الطب النووي، لأن إحنا المواد المشعة اللي نستخدمها يعني جزء من الذرة، يعني البوزيترون هو جزء من الذرة، يعني فهذا لازم يعني يكون اسم النووي. يعني في بلدان ثانية ما يسمونه طب النووي، طب وظيفي أو أي شيء، بس يعني في معظم يعني أماكن يسمونه طب النووي. دكتورة بتول، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا الأعزاء. والله أنا أشكركم طبعا اللي تسمعوني واللي سووا اللقاء معي، وحياكم في القسم، هذا قسمكم، ولا تخافون، وإحنا عندنا موظفين وعيادات نشوف المرضى قبل ما نسوي لهم فحوصات، يعني نشرح لهم كل شيء، نقول لهم على كل المضاعفات لو في، يعني القسم قسمكم وإحنا يعني في الخدمة، فمو كذي إن مثلا المريض يتحول عندنا وإحنا خلاص ناخذ الورقة ونقول تعالوا، لا، إحنا نجلس ويا المرضى نعطيهم الوقت يستفسرون وإحنا نشرح لهم كل شيء، فلا تخافون تعالوا عندنا. تذي حتى ثقة المريض وراح تكون أكثر، فيتشجع أكثر يكمل في العلاج. صحيح صحيح، يعني إحنا يعني كان همنا أن نسوي هالعيادات اللي ما كانت موجودة، يعني تقريبا من 2015 سوينا العيادات عشان هالشيء، عشان يعني نقعد أكثر ويا المرضى ونشرح لهم، مو كل الناس ملمين يعني بفحوصاتنا، فلازم حتى في دكاترة من تخصصات ثانية ما يعرفون، فإحنا يعني دائما موجودين على التليفون، على الإيميل، على يعني في العيادات، على أساس أن نشرح ونخلي الموضوع أبسط للمرضى وللدكاترة.
ما تقصرون دكتورة. دكتورة بتول البلوشي، رئيس قسم واستشار الطب النووي والتصوير الجزئي في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. أشكركم وحياكم الله. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، فاصل إن شاء الله وراجعين لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، برنامجكم صحة وسعادة. ذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. موضوعنا الحين يتطرق العرض أو المرض، منتشر وايد ومعظمنا نحسبه إذا ما كان يوميا في فترات متباعدة. هو من أكثر الأعراض شيوعاً، مرات يكون كعرض نفس ما قلت لكم، مرات يكون كمرض في نفس الوقت أثرها كبير. ومعظم الأوقات وأكثرها علاجها يكون بسيط. اليوم بنتكلم عن خدمة عيادة الصداع الموجودة في المراكز الصحية والموجودة مستشفى راشد، بس هي موجودة في مكانين معينين عندنا في هيئة الصحة في دبي. واليوم ويانا الدكتور أبو بكر المدني، استشاري ورئيس قسم الأعصاب مستشفى راشد. صباحك الله بالخير دكتور. الله يحييكم. أهلا وسهلا. هلا دكتور. دكتور، ممكن تكلمنا أكثر الخدمات اللي توفرها عيادة الصداع في هيئة الصحة بدبي؟ في البداية أحب أشكر الإذاعة لإعطائهم وقتي عشان أقدم الخدمة هاي الموجودة عندنا في الهيئة. لاحظنا في البداية أن عدد المرضى اللي يجون يزورونا في العيادات في مستشفى راشد تزايد، بالذات أمراض الصداع، لأن الصداع الشقيقة والصداع العصبي أو الصداع العنقودي، الصداعات الصداع الأولي نسميه. فشفنا العدد كبير، وإنه يشوفون عدة تخصصات في نفس الوقت يكون أمر شوية صعب يكون، لأن في النهاية أنا طبيب أعصاب، إذا في صداع ثانوي من سكرية أو من التهابات أو من أمراض ثانية ما أقدر أعرف الشيء. فقلنا نحط مكان واحد نجمع فيه عدة تخصصات في مكان واحد، نشوف المريض في مرة واحدة، فيكون فيها طبيب الأسرة موجود، طبيب الأعصاب موجود، كذلك إن أمكن طبيب الأمراض النفسية يكون موجود أو الأخصائي النفسي. فالطبيب المريض يمر بمراحل هذه كلها في نفس الوقت بدون ما يحتاج ياخذ مواعيد. فشفنا الامر مجدي جدا، فياسين نحن في طور الدراسه نشوف مدى رضا المتعاملين في الخدمه الموجوده، وان شاء الله نتطرق للدراسه هاي ونطلع نتائجها خلال شهور من الان ان شاء الله. يعني خدمه متكامله في نفس اليوم، المريض يدخل على كذا تخصص في نفس اليوم. ايه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. دكتور، بالنسبة للعيادة، كيف الواحد يوصل العيادة أو يتحول هالعيادة؟ ايه المرحلة تكون كالتالي، يعني الشخص مثلا والمريض يروح العيادة اللي جنب بيته، وإذا الطبيب هناك شخص الموضوع أو شخص أن هذا الصداع معين من نوع معين ويحتاج المريض لإجراءات ثانية كعلاج وقائي أو صورة إن أمكن، أو إذا نحتاج في أمراض ثانوية ثانية، هناك يطرش المريض أو يبعث رسالة لعيادة الصداع إذا من بر دبي أو من بر ديرة، يكون حسب المكان، لأن في برشة وفي نند الحمر في هالمكانين تكون العيادة متواجدة. أيوة. بالنسبة لحالات الصداع اللي تعالجونها في هذه، وحالات الصداع اللي تتعالج في هالعيادة، ممكن تذكر لنا منها؟ يعني عندنا نعرف أن الصداع عندنا أنواع وعندنا أقسام بالنسبة للصداع. الصداع عندنا الصداع نسميه الصداع الأولي. أيوة. بالإنجليزي primary headache، أو الصداع الثانوي يكون عنده أسباب ثانوية. نحن نتطرق بس بالصداع الأولي اللي هو الصداع العنقودي أو الصداع الشقيقة أو الصداع العصبي أو النفسي نسميه. هذا الصداع اللي نحن نركز عليه ونحاول نعالجه في العيادات هذه. أيوة. دكتور، يمكن الناس تتساءل ليش كذا تخصص في نفس الوقت؟ أول الصداع المزمن أو الصداع الشقيقة بالذات، لأن أكثر الصداع اللي نشوفه والأكثر شائع في العيادات اللي نشوفها الصداع الشقيقة. أيوة. إذا صار مزمن يكون يترتب عليه أشياء ثانية، يكون عوامل نفسية عامل مهم
يأثر على الصداع هذا. فلذا نشوف نحط الأخصائي أو أخصائي نفسي يكون موجود في المكان، يحاول الطرق الغير دوائية، يعطي المريض إرشادات المناسبة للطرق الغير دوائية للتخلص من الصداع. أيوة. فنشوف هالعامل مهم. كذلك نشوف في المثال بالإنجليزي يسمونه chicken or the egg، هل ما نعرف هل هو البيضة اللي جابت الدياية والدياية جابت البيضة، فهل الصداع الشقيقة هو اللي جاب المرض النفسي أو المرض النفسي جاب الصداع الشقيقة. فها يكون دور مهم للأخصائي النفسي اللي يعطينا المعلومة هذه. ممتاز. ويكون كله في نفس اليوم. وليش طبيب الأسرة موجود؟ لأن هم الفرونت لاين، يعني هم الخط الأمامي موجودين أمام المرضى. وإذا في أسباب ثانوية ثانية مثل السكري أو الكوليسترول أو الضغط، هذا بيكون دور طبيب الأسرة عشان يتعاون معنا في الشيء. دكتور، ممكن تعطينا نبذة عن الاستبيان الخاص بدراسة مدى انتشار مرض الصداع في إمارة دبي؟ في استبيان في نترية بس من الإتيكال كوميتي أو لجنة التقييم الأخلاقي. أيوة. يقبلونها أساس نبدأ بالاستبيان هذا. في نظرانا في الدول الخليجية الثانية بس مثل السعودية والكويت سووا الاستبيان. في دولة مثل الكويت، دولة صغيرة تعتبر، سكانها ما يقارب 4 أو 5 ملايين، بدأوا قدروا يجمعون 12,000 استبيان. من هالاستبيان اكتشف أن 20% من الموجودين اللي سووا الاستبيان طلع عندهم صداع الشقيقة، يعني 10% أكثر من نظرانا في الدول الثانية. فهل نحن مثل دول الخليج الثانية مثل السعودية والكويت أو مثل نظرانا في دول العالم الثانية؟ يعني هل صداعنا 20%؟ فهذا يعتبر مبلغ ما أو رقم كبير مقارنة بالدول المجاورة. صح. لأن الدول المجاورة النسبة 10-12%. فهذا بنعرف أن موجود الرقم مش واضح أنه موجود. فالاستبيان اللي بيسويه مثل ما سووا أخواننا في الكويت وفي السعودية، نروح نزور المنازل المرضى أو الناس الموجودين هناك ونسوي لهم استبيان. استبيان من 5 أو 10 صفحات، ما يطول أكثر من ماكسيمم نص ساعة لساعة. أيوة. إذا كان وايد وايد طويل بيكون ساعة. ففي هالحالة نكون عندنا فكرة عامة عن مدى انتشار الصداع هذا في إمارة دبي. بعدين إذا نجحنا في الفكرة هذه إن شاء الله بننشرها في الإمارات الثانية إن شاء الله. دكتور، شو بتكون فائدة هذا الاستبيان؟ فائدة الاستبيان أولا نعرف مدى انتشار صداع الشقيقة. أيوة. رقم واحد. رقم اثنين، هل يتعالج بشكل سليم؟ رقم ثلاثة، وعي تام للمرضى أو الناس الموجودين في إمارة دبي عن مدى انتشار صداع الشقيقة. ورقم أربعة، إذا المريض اللي يصير هل يروح للقنوات المناسبة عشان يعالج الصداع هذا ولا لا؟ دكتور، كيف يمكن للجمهور التعاون مع هالاستبيان؟ التعاون إذا يجيكم ناس من هيئة الصحة وعندهم الإرشادات المعينة وعندهم تصريح الكامل، إذا تتعاونون معنا تدخلونهم البيت ويسوون الاستبيان هذا ويحلونه، وهذا بيساعدونا بشكل كبير ان نحل الموضوع هذا. في الدول، في نظرانا في دول مثل الكويت والسعودية سووا شيء، فما نحن ما عندنا مانع نسويها بعد. صح. وايد يعني بنعرف بالضبط كم عدد الناس اللي تعاني من هالمرض، وفي ناس وايد يعانون منه بس ما بعارفين بالضبط، يعني في بالهم ان الصداع عادي وياخذون عليه مسكنات ويمر الوضع. فقلنا في البداية نسويه في مكان مدينة إمارة دبي، إمارة خليطة من كل الجنسيات. فاخترنا مكان فيه عدة جنسيات موجودة، منطقة مردف. ممتاز. يعني فيها المواطن، فيها الأجنبي، فيها العربي، فيها الغير عربي. فهذا بيكون خليط وممزوج بكل الجنسيات. صح. فيعطينا فكرة كاملة عن مدى انتشار الصداع. إذا نجحنا نوظف في 200 مريض أو 200 شخص أو 200 بيت في مردف، بننشرها للمناطق الثانية في إمارة دبي. ممتاز. يعني منطقة واحدة بداية، وبعدين نتيجة النهائية أو كم الفترة اللي حاطينها للاستبيان؟ حاطين وظفنا 2000 استبيان، هذا بيكون الهدف مالنا. نحن حاطين 6 شهور ل 12 شهر.
ممتاز دكتور، كلمة أو نصيحة للمرضى اللي يعانون من الصداع. الصداع هذا منتشر بشكل مب شوية. إذا أنت تشتكي من الصداع وخايف أن يأذيك ويأثر على حياتك اليومية، رجاء زيارة الطبيب الموجود في منطقتك، وإذا احتاج ممكن يحولونكم للعيادة الصداع. عيادة الصداع هذا موجود من أيام نبينا آدم، علاجه موجود، ممكن تعالجه بغير دواء، ممكن علاجه بالنوم الصحي، الرياضة، شرب السوائل بشكل صحي، هذا بنكون علاجه. أوكي. دكتور أبو بكر، بس عندنا مداخلة. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا أخوي، عرفنا باسمك. الله يعافيك. الغالين الله يحفظكم ضيفك الكريم، الله يجزيه خير. طبعا المستوى الراقي في موضوع علاج الصداع بجمع كل من له علاقة بالأطباء، هذه الخطوة التي قبلها خطوة الطب النووي، يعني عساكم على القوة حقيقة، وتزداد الثقة بهيئة الصحة يوما بعد آخر. الله الثقة بالله عز وجل. الله الدكتور الله يحفظه، سؤال حد يخصني، يعني دائما عند ألم في الرأس، صداع وكلا. طبعا تمت الخطوات الأولية، تشيك على الدم، على الحديد، على أيوة. إلى آخره ما في. الآن يعني يمكن معلومة بدئية عند الجميع، فيه يمكن تقصير في شرب الماء والطعام فقط. من الدكتور، هل هناك يعني علاقة مباشرة لاستدامة الصداع بسبب أن البنية هذه يعني اندزها على الأكل، اندزها على الشرب، اندزها، أنا كبيرة ما شاء الله يعني جامعية. أمر آخر، هل ينصح الدكتور بخطوة أخرى، طلب موعد في عيادة الصداع؟ جزاكم الله خير. كم عمرها البنت؟ كم عمرها؟ 19-20. 19-20. دكتور بوبكر؟ السن بالذات اللي نشوف الصداع الشائع أكثر بين سن 20-40، واللي نشوف عزانة للصداع هذا، نشوف إذا إنسان يكبر في السن نوبات الصداع تخف بشكل كبير، بشكل مضطرد. هل الشرب السوائل له علاقة بالصداع؟ نعم فعلا، في أكثر أوقات اللي نشوف الناس يجون بصداع أوقات رمضان مثلا، لذا ينصح بشرب السوائل بشكل صحي جدا، وكذلك النوم يعني يلعب دور كبير، فتغيير فترات النوم في وقت رمضان بالذات ويأثر ويهيج الصداع إذا كان موجود. وكان سؤال الثاني بخصوص عيادة الصداع، يطلب تحويلها لعيادة الصداع بما أنها هي تشرب ماء وتحاليلها كلها كانت سليمة. معناته إذا الصداع مأثر على حياتها اليومية، في هالحالة ممكن تحتاج للدواء وقائي تأخذ لمدة 3-6 شهور أو لمدة أطول. إذا شاف الطبيب الموجود اللي شافه هناك إن يحتاج لتحويل المريض لعيادة الصداع، فنحن على رحب الساعة نستقبل أي مريض. شكرا دكتور. هو أن مرات التحاليل والأشياء المبدئية تكون طبيعية، المريض ما يرجع مرة ثانية أن بعد مستمر الصداع، معتمد أن النتائج كلها صح طبيعية، فيبتدي بس يأخذ مسكنات ولا يرجع لنا. في الحالة نعتبر في فرق بين الصداع الأولي اللي ما في أسباب، واللي هو يتم فيها الصداع العصبي، الصداع الشقيقة والعنقودي، هذه ما في أسباب، هاي يكون أسباب كيماوية في جسم الإنسان. اللي فيها أسباب هذه يحلونها الأطباء، يعني إذا سمح الله في جلطات، في ورم، إذا في ضغط، هاي يحلونها الأطباء المناسبين للحالات. بس نحن اللي نشوف الصداع الأولي إذا ما في أسباب معينة ويأثر على حياة المريض اليومية، إنه يحتاج لدواء وقائي أو إجراءات أخرى. دكتور أبو بكر المدني، استشاري رئيس قسم الأعصاب مستشفى راشد، شكرا لك. أهلا وسهلا. مستمعينا الأعزاء، اليوم فقراتنا 3، كل واحدة أهم الثانية. اليوم إن الدراسة شوي قريبة بس بعد حلوة. هل تعلم أنك تستطيع تعلم لغة جديدة وإتقانها وأنت نائم؟ توصل فريق من العلماء إلى أدلة تشير لإمكانية تحسين المفردات اللغوية بعد تعلم لغة أجنبية جديدة أثناء النوم، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
والجديد الذي توصل إليه فريق العلماء بجامعة بيرن السويسرية هو أن المخ الإنسان يمكنه معالجة المعلومات أثناء النوم، وهو اكتشاف مقاير لما سبق التوصل إليه من أن هناك أدلة على أن النوم يقوي الذكريات التي يكونها الناس أثناء اليقظة. ووجد العلماء أن النوم يسهم في تحسين ودمج تخزين الكلمات والمعلومات في المخ مما يسهل تذكرها أثناء اليقظة. ومن اللافت للنظر أن العلماء وجدوا أن الكلمات الأجنبية وترجماتها يمكن أن تدرس أثناء النوم، ويمكن للمشاركين الوصول إلى معاني الكلمة بسهولة بالمقارنة مع من لم يقم بتجربة البرمجة للمخ أثناء النوم. ويرجح تفسير الدراسة الجديدة أن الحصين، وهو بنية مخية أساسية للتعلم التنموي، يساعد على استيقاظ مخ الإنسان للوصول إلى الكلمات الجديدة التي تم تعلمها حديثا. وقام الباحثون بفحوصات عن المشاركين لتبين ما إذا كان الشخص النائم قادرا على تكوين ارتباطات جديدة بين الكلمات الأجنبية وترجماتها خلال الحالات النشطة في خلايا المخ والمسمى الحالات المتقدمة، وتسمى الحالة غير النشطة الحالة المتدنية. وتتناوب الحالتان التواجد كل حوالي نصف ثانية. وعندما يصل إنسان إلى مراحل النوم العميق، فإن خلايا المخ تقوم بالتنسيق تدريجيا بين نشاط كلتا الحالتين، وتكون خلايا المخ أثناء النوم نشطة لفترة وجيزة من الوقت قبل أن تدخل بشكل مشترك في حالة من الخمود القصير. ويقول الدكتور مارك زوست قائد الفريق البحثي تبين أنه يتم حفظ وتخزين الروابط بين الكلمات عندما يتم تشغيلها وتنشيطها أثناء استرجاع المفردات التي تم تعلمها أثناء النوم، لأن هذه المناطق في تركيب المخ تقوم بعمليات الواسطة عند تعلم المفردات الجديدة. ويبدو أن هذا الجزء من المخ تتوسط في تكوين الذاكرة بشكل مستقل عن حالة الوعي السائدة وعدم الوعي أثناء النوم العميق، وتكون واعية أثناء اليقظة. يعني سبحان الله، حتى فترة النوم لها يعني أهمية كبيرة، ما بس للراحة، الأشياء وايدة. ذكروا بعد علماء وايدة بخصوص إذا تفكر تسوي شيء أو ناوي تسوي شيء أو عندك هدف تبغي توصله، وايد تفكر فيه قبل ما ترقد. يعني سبحان الله، حتى وأنت راقد الفكرة تم في بالك، ما بأنها كشيء متعب بس كشيء أنت تبغي توصله. يعني هذا يدلنا على التعقيد وكبر يعني كل شيء في الإنسان، مو بأن شيء بسيط. يعني مع أن النوم الواحد يحط في باله أنه واحد نايم، واحد ما بيسوي ولا شيء خلال نومه، بس أن ينام ويحلم وخلاص، وبينش نشيط ثاني يوم إذا كان نومه صحيح، بس إذا كان نومه مختل طبعا لا. بس حتى هذه الدراسات ابتدت نكتشفها أن حتى النوم له دور كبير، ما بس للراحة، له دور حتى في تثبيت المعلومة في مخنا، نفس هذه الدراسة اللي ذكرتها. في علماء وايد نفس ما قلت لكم كانوا يطرون سالفة تفكر في الشيء اللي تبغي توصله، فكر في الشيء اللي تحبه قبل ما تنام، مع الوقت ترسخ هاي الأفكار في مخنا. سبحان الله، يمكن كشيء تكراري أو كشيء معين أو قوة المخ توصل أو صفوانة يوصل فخلال قبل النوم، فتثبت الفكرة أكثر في بالنا فنبغي نوصلها على طول. فهذا واحد من الأشياء اللي في جسمنا اللي يمكن نعتبره شيء بسيط، بس سبحانك يا رب يعني شيء وايد كبير، ويمكن أثر على حياة ناس وايد. أنا سمعت ناس وايد بعد قبل كانت تذكر هالشيء، أن يبغي يوصل لفكرة معينة أو يركز على شيء معين يركز قبل ما ينام، سبحان الله تبتدي هالأشياء تستوي. اليوم فقراتنا كانت مميزة، خاصة فقرة عيادة الصداع. عيادة الصداع نفس ما ذكر الدكتور عيادة مميزة، والسؤال بعد الأخ اللي سأل السؤال أن هالشي يتكرر دائما عندنا نحن كأطباء أسرة أو حتى كأطباء أخصائيين بخصوص المريض. إذا المريض سوى تحاليل، قلت له تحاليلك الحمد لله زينة، خذ الدواء وإن شاء الله بتتحسن. تي فترات المريض يحس بالمرض مرة ثانية أو يحس بالأعراض ما خفت عنه. في مرضى يرجعون لمرة ثانية، وهالمرضى صراحة نشكرهم أنهم رجعوا مرة ثانية لأن نلقى حلول ثانية للتشخيص، يمكن تشخيص ثاني ما طلع على طول.
وما طلع مبدئيا بالتحاليل. فأرجو من كل مريض سبحان الله خذ الدواء، التحاليل كانت أوكي، خذ الأدوية، بعده يحس بالعارض. ما أقولك في نفس اليوم بتخف الأعراض عنك، في أعراض تحتاج فترة، تحتاج تدخل ثاني مثل الراحة أكثر. فمن المرضى اللي ما يحسون بتحسن مع الأدوية أو تحاليلهم حتى كانت طبيعية، رجعونا مرة ثانية نفحصكم مرة ثانية. مرات يتغير شيء في طبيعة المرض نفسه، مرات تحتاج الأشياء ثانية، الدواء ما نفع بهالطريقة بينفع شيء ثاني نقدر نقدمه كشيء بعد، يعني تكون كخطوة أولى أو علاج أولي، عندنا شيء ثاني اسمه علاج ثانوي، يعني بعدين نتطرق لهالعلاج أو ندخله مع العلاج الأولي. فأشكر الأخ اللي داخل ويانا بخصوص هذا المشكلة اللي كانت عنده، لأنه يعاني منها الكثير من المراجعين عندنا وما يرجعون مرة ثانية إلا بعد ما تدهور الحالة أو يتعبون. فنرجو حتى لو كانت التحاليل طبيعية، خذيت الدواء أوكي ارتحت معه خلاص الحمد لله، ما ارتحت سبحان الله بعد 10 أيام بعد أسبوعين بعدي على نفس الحالة، أرجع مرة ثانية للفحص الإكلينيكي الثانوي. صحة وسعادة. أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن استماعكم للبرنامج اليوم، كانت فقرات متنوعة، بداية بالتغذية، الطب النووي، وعيادة الصداع اللي شاركونا فيها زملاء مميزين في هيئة الصحة في دبي. إن شاء الله نلقاكم باكر في نفس الوقت من 10 لين 11. أشكر فريق العمل اليوم وياي في التنسيق أحمد سلامة، والإخراج عيسى سبيل، والإعداد حسني البلاونة، محدثتكم دكتورة عاشة البسطي. إن شاء الله باكر نلقاكم على خير ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.